مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وأهلا بكم معنا لهذه التغطية الخاصة بالانتخابات الرئاسية التونسية والمتواصلة دائما من قناة المغاربية، وإليكم أهم ما تداولته الصحف التونسية هذا الصباح. نبدأه بيومية المغرب التي تحدثت في مجملها عن افتتاح أشغال مجلس النواب، وتساءلت هل يكون محمد الناصر هو الرئيس الجديد للبرلمان. وتحدثت أيضا المغرب عن رفض المحكمة الإدارية لطعون المرزوقية الثمانية وفتحها لفترة الاستثناء. وفي عنوان آخر على صدر الجريدة تقول اليومية أن نداء تونس يدير ظهره للنهضة، متسائلة هل هي عودة جبهة الإنقاذ الوطني. الصحافة هي الأخرى تؤكد، وعلى رغم تقدم عدنان منصر بطعون خطيرة وموثوقة بالصوت والصورة، إلا أن كل الطعون رفضت. وفي تعليل ربما لرفض المحكمة نقرأ عنوان آخر لتصريحات شفيق صرصار الذي قال أن ردة فعل الباجي قايد سبسي حول مناخ الانتخابات تتطابق مع رأي المرزوقي. وفي التفاتة أخرى، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترى أن 21 من ديسمبر الجاري هو الأنسب لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. والتونسيون يقولون، أو تقول الجريدة بصوت واحد للبرلمان الجديد، يقولون كونوا أحسن من سيد نفسه. إلى صحيفة التونسية في عناوينها الخاصة بالانتخابات تقول من التقاعد إلى قصر قرطاج يوم قال السبسي المرزوقي مقلقني. الدكتور مصطفى الصخري يقول أن الرئيس الحالي هو المقصود دستوريا لتشكيل الحكومة، هذا في عنوان آخر. وإلى جريدة الصباح الآن التي تكلمت هي الأخرى عن افتتاح أشغال مجلس النواب وتقول من التأسيس إلى البناء. عنوان آخر، القوميون في نفس السياق يرفضون تحويل الجبهة إلى حزب واحد. وعنوان آخر أيضا، هذه انتظارات التونسي من المجلس، والرياحي أعد له سيناريو بين الغنوشي والسبسي قد يتكرر مع المرزوقي والباجي. المرشح السابق الصافي سعيد يقول أن التلفزات تمول بالرشاوة. وفي عنوان أمني تطرقت الصباح لتفاصيل العملية المروعة التي راح ضحيتها عون حرس بعد اختطافه. وللنقاش ينضم إلينا من تونس زميلنا غفران الحسيني مراسل قناة المغاربية. أهلا بك غفران. أهلا زميلي عادل، مرحبا بك وبكل السادة المشاهدين. بعد التحية غفران، أهم حدث عرفته تونس اليوم هو افتتاح أشغال مجلس نواب الشعب، لكن الحدث ربما الذي استقطب أنظار القراء والمشاهدين هو غياب الرئيس الحالي للجمهورية التونسية. هل صحيح أن الجدل مفتوح هناك في تونس؟ نعم، هذا الموضوع أثار انتباه الرأي العام في تونس والإعلاميين بطبيعة الحال والساسة، نظرا لغياب الرئيس الحالي المنصف المرزوقي عن فعاليات افتتاح مجلس نواب الشعب. رئيس المجلس التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر اعتبر أن الغياب راجع إلى أمور بروتوكولية، فيما علق عدنان منصر مدير حملة منصف المرزوقي في الانتخابات الرئاسية أن الرئيس المنصف المرزوقي لم يتلقى دعوة لحضور الجلسة الافتتاحية، وهذا ما استنكره الرأي العام وأثار استغراب عدد كبير جدا من التونسيين. ربما كلما يريدون إغراق الدكتور المرزوقي كلما زادوا في شعبيته يا غفران، أليس كذلك؟ نعم، ربما هذا يقرأ في إطار وكأنه يمكن توظيف هذا الغياب أو هذا التغييب المقصود إلى أنه يخدم مصلحة المنصف المرزوقي، لأن ذلك قد يجر له عدد كبير جدا من المتعاطفين والذين يتحفظون على الإساءة إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية وإن كان فيها المرزوقي، ويعتبرون أنه من الضروري أن نأيوا بمؤسسات الدولة عن التجاذبات والصراعات السياسية وعدم تحويل ذلك إلى تصفية حساب
انتخابات وعدم ارسال دعوه الى رئيس الجمهوريه، هذا ربما لم يحصل من قبل منذ الثوره على الاقل. هناك من يتحدث الان ربما في هذه الافتتاحيه الاولى للبرلمان، يقولون هناك ربما اتفاق سري بين النداء وبين النهضة حول رئاسة البرلمان، ربما ستكون لصالح النهضة مقابل أن تدعم النهضة الباجي قايد سبسي في هذا الاختراع الثاني أو الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. هل صح هذا الخبر؟ نعم أم لا؟ يجمع الإعلاميون في تونس والمتابعون للشأن السياسي على أن العلاقة الآن بين نداء تونس وحركة النهضة تصاب بالفتور نظرا لتحفظ حركة نداء تونس على قيادات النهضة بعد إقبال أكثر من 70% من قواعد النهضة للتصويت إلى منصف المرزوقي وعدم دعم الباجي قائد السبسي منذ الدور الأول في الانتخابات الرئاسية، فضلا على أن قيادات حركة النهضة لم تدعو قاعدتها مباشرة إلى دعم الباجي قائد السبسي، وهذا ما أثار حفيظة هذا الحزب. إذن العلاقة بينهما في هذه المرحلة مصابة بالفتور إن لم يكن نقول بالتوتر السياسي، خاصة وقد أعلن صراحة الباجي قائد السبسي أنه لن يتحالف مع النهضة، كلفه ذلك ما كلفه. واليوم المتابع للمشهد السياسي في تونس يلحظ أن نداء تونس أصبح ينادي إلى إعادة إحياء جبهة الإنقاذ الوطني التي عرفتها تونس بعد اغتيال الشهيد محمد البرامي، والتي تتكون من حركة نداء تونس والاتحاد من أجل تونس فضلا عن الجبهة الشعبية، وهذا ما يجعل ويحشر حركة النهضة في الزاوية ويفتح باب التحالفات القديمة ليعاد صياغتها من جديد في شكل ائتلاف حكومي أو ائتلاف داخل البرلمان. العلاقة بين النهضة والنداء لا تعرف علاقة، لا تعتبر جيدة على الأقل في هذه المرحلة، خاصة وأن جريدة المغرب كتبت أن محمد الناصر وهو المرشح نداء تونس في طريق مفتوح لترأس المجلس التأسيسي، خاصة وأن كثير من الأخبار تحدثت منذ فترة على أن من سيترأس المجلس النيابي سيكون من حركة النهضة. بدأ هذا المقترح يغيب تدريجيا لصالح دعم نداء تونس لمرشحها محمد الناصر وحشد أكبر عدد من الأصوات لتزكيته ليكون رئيس المجلس القادم. وقضية رفض طعون المرزوقي 8 التي تقدم بها، يقول بعض السياسيون أن الرد كان سريعا ربما بسرعة البرق كما قال بعض السياسيين، ورغم تواجد الحجج والبراهين يقولون أنها تجاوزات خطيرة بالصورة والصوت، لماذا تم هذا الرد السريع وإغفال هذه الطعون؟ المحكمة التي رفضت، المحكمة الإدارية قضت برفض طعون المرزوقي برمتها، هذا أثار استغراب مدير حملة منصف المرزوقي عدنان منصر الذي أكد استغرابه وتعجبه من هذا الرد السريع، خاصة وأن الطعون حول التجاوزات والإخلالات في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية كانت موثقة، وهذا السؤال يبقى مطروحا، لماذا استعجلت المحكمة؟ ربما قد يكون الاستعجال المحكمة مبررا نظرا لأن المسألة لها علاقة باستحقاقات المرحلة القادمة، وهناك استحقاق دستوري بأن تقضى الانتخابات في دورتها الثانية سريعا قبل نهاية وموفى السنة. لكن الغريب أن 8 الطعون رفضت برمتها رغم تأكيد عدنان منصر أن هذه الطعون مدعمة بالصور والوثائق وصوتا وصورة، وهذا ما لأكثر كما ذكر لأكثر من 300 مخالفة. نعم. تم التركيز على المخالفات الأكثر خطورة، لكن هذه لم تأخذ بعين الاعتبار لدى المحكمة.
إن لم تؤخذ بهذه بعين الاعتبار كما تقول غفران، ربما الدور الثاني يكون هو يقول الناطق الرسمي باسم الدكتور غفران الدكتور المرزوقي يقول نتمسك بهذه الطعون ليأخذ كل من تجاوز حقه ليكون عبرة لمن يعتبر. الآن بما أن هذه الطعون لم تؤخذ بعين الاعتبار، هناك شك في الدور الثاني، وهذا ما يفرز بعض الشكوك لهذه للمصوتين أو الناخبين التونسيين. لا يمكن أن نؤكد أو نقر بأن هناك تخوفات من عملية تزوير واسعة قد تطال العملية الانتخابية برمتها، نظرا لما زالت تتمتع به هيئة الانتخابات من نوع من المصداقية. لكن المسألة مسألة أخرى، وهي رأي القضاء في الطعون التي تقدم بها المنصف المرزوقي، خاصة وأن القضية أصبحت ليست قضية تغيير ترتيب النتائج الانتخابية، بل تتعلق بمسألة رمزية واعتبارية. لكن كيف تقرأ غفران ربما تصريحات شفيق صرصار دائما في نفس الصحيفة، صحيفة الصحافة، يقول رد فعل الباجي قايد سبسي هي مطابقة لما يعني تتطابق مع رأي الدكتور المرزوقي. صار دائما يدعم ويبحث عن دعم هيئة الانتخابات والمحافظة على حياديتها، وتأكيد أنها تتمتع بالحرفية اللازمة للقيام بانتخابات حرة ونزيهة. لذلك استشهد بردة فعل الباجي قائد السبسي والمرزوقي حول أن هذه الانتخابات جرت في ظروف جيدة في مجملها، رغم بعض التجاوزات التي لا تخل بالنتيجة برمتها وليس لها تأثير في تغيير ترتيب النتيجة، إلا أن هناك بعض المخالفات التي أكدت عليها حملة المنصف المرزوقي كما ذكرنا، ليأخذ كل ذي حق حقه. تصريحات شفيق صرصار تقرأ في إطار أنه لا زال يدعم هيئته ويبحث لها عن مكان ربما يكون جيد ومقبول لدى الرأي العام، ويبعد عنها الشكوك التي قد تطالها، خاصة بعد قرار القضاء بعدم النظر ورفض طعون منصف المرزوقي. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقول أن 21 من ديسمبر هو الأنسب لإجراء الدور الثاني من هذه الانتخابات الرئاسية. إلى أي شيء استندت الهيئة غفران في نظرك؟ الهيئة استندت إلى الإمكانية اللوجستية. حسب تصريحاتهم في وسائل الإعلام قالوا أنه من الصعب تنظيم حملات تنظيم انتخابات في آخر السنة يوم 28، لأن الهيئة أمام ثلاثة خيارات قبل طعون المنصف المرزوقي. الخيار الأول أنها تنظم الانتخابات يوم 14 من ديسمبر، وهذا ما اعتبرته جيدا. أما الخيار الثاني فهو 21 من ديسمبر، والخيار الثالث والأخير حسب نص الدستور هو 28 من ديسمبر. الهيئة تعذر عليها بعد تقديم الطعون أن تفتح باب الانتخابات ويكون يوم 14 من بقي تاريخ 21 و28. الهيئة استدلت أن يوم 28 سيكون يوم عطل، خاصة بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج، ويتعذر على الهيئة تنظيم الانتخابات خارج حدود تونس، لأنها ملتزمة بتنظيم الانتخابات في 5 قارات ستدخل أغلب الدول الغربية في عطل رأس السنة، ويتعذر على الهيئة تنظيم الانتخابات من مقرات ووسائل نقل، وأيضا التونسيون الذين يأخذون يأخذون عطل قد لا يذهبون لصناديق الاقتراع. اعتبرت أن 21 يكون مناسبا للداخل والخارج، وأرادت التوفيق بين الانتخابات داخل تونس وخارجها. هذا هو المقصود بالتاريخ 21 من ديسمبر. ربما نذهب الآن إلى التونسية، وفي عنوان للدكتور مصطفى الصخري يقول أن الرئيس المقصود دستوريا لتشكيل الحكومة هو الرئيس المرزوقي، تكلمنا عنه الأمس، ما الذي يريد أن يقوله مصطفى الصخري؟ دكتور مصطفى الصخري، الدكتور
الدكتور مصطفى الصخري أكد أن قراءة نص الدستور فصل 89 حول أحقية رئيس الجمهورية بتشكيل بدعوة الحزب الفائز في الانتخابات بالأغلبية إلى تشكيل الحكومة في ظرف أسبوع من الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات. واعتبر أن قراءة هذا النص تؤكد أن الرئيس المقصود هو الرئيس الذي يباشر مهامه حاليا وهو منصف المرزوقي. واعتبر أن كل تأخير أو كل طعن في هذه القراءة هي إخلال بالنص الدستوري وخرق لهذا النص الذي اعتبره واضحا. شكرا جزيلا أستاذ غفران الحسيني، الوقت يداهمنا، نشكرك على هذه القراءة الصريحة في هذه الصحف التونسية، ولنا موعد إن شاء الله يوم الغد بحول الله. أما أنتم مشاهدي الكرام فلكم موعد معنا في ما جابت به المواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا ومرحبا بكم معنا في هذه الجولة، جولة التواصل الاجتماعي، والتي لا يهمل روادها أو لما يهمل روادها أهم هذه أحداث أو الحدث في تونس، ألا هو افتتاح مجلس نواب الشعب، ولكن على طريقتهم الخاصة، أين عبروا عن استيائهم لعدم حضور الدكتور المرزوقي الرئيس الحالي للجمهورية التونسية، الذي قال ناطقه الرسمي أنه لم توجه له دعوة، فكانت ردة الفعل قوية نوعا ما، ولم ينتهي الجدل إلى هذا الحد، بل كان هناك من تساءل كيف للبرلمان الأوروبي أن يستدعي الدكتور المرزوقي وينهض ويصفق له ويكرمه، وبرلمان لا أريد أن أذكر ما هو مكتوب لم يستدعه، يعني لم يستدعي الدكتور المرزوقي. ولكن أول جلسات مجلس النواب لم تكن خايبة كما يقول أخوتنا التونسيون، فالرئيس الجديد المؤقت للبرلمان قام بدوره على أكمل وجه، مع أنه يكبر الباجي ببضع سنين، وأخرس زميله في النداء الذي أراد التدخل فيما لا يعنيه. شكرا سيد الرئيس. هناك طلبات للتشاور، نتشاوروا كرؤساء كتل كما اقترح الأخوان باش نخليه مستوى جلستنا في هذا المستوى الجيد، وإذا كان لزم نرجع للتصويت على هذا المقترح. فأطلب من سيادتكم سيد الرئيس ومن زميلاتي وزملائي أن نستجيب للتشاور لرؤساء الكتل ونرجع باش إذا كان أصر طرف على هذا المقترح نمروه للتصويت باش يحسب بالتصويت في الجلسة العامة. وبارك الله فيك. الآن نجم نرفع الجلسة للتشاور، نرفع الجلسة للتشاور. سامحني ونرجع إذا كان شيخ ميس أعطيت رأيك، سامحني من فضلك. تفضل شيخ ميس أعطيت رأيك وانتهى أمرك، هاو ما تقولش نرفع ولا ما نرفعش، هذا كان موضوع آخر. كانت ضربة قوية، ولمن لا يعرف علي سالم الرئيس المؤقت للبرلمان فلم يسلم الباجي ولا الثورة من لسانه. لا، خطر الثورة اللي نفهمها أنا، الثورة هو إزالة كل شيء، إزالة كل شيء، معناها الإعلام يكون في يدك، الداخلية تكون في يدك، هذا شو في يد شكون تكون؟ في يدهم هما نفسهم. انت شخص بن علي سون سيستيم النظام نتاع يا اخي الباجي قايد السبسي، مع شكون كان يتعامل؟ ما تعاملش مع بن علي؟ المبزع فؤاد المبزع نفسه هذا يسمع ويتفضل ويتحمل مسؤوليتي، هما نفسهم اللي كانوا يتعاملوا مع بن علي، شو اللي تغير؟ تبقى الظروف، سامحني بنت، الظروف
هي لأجل الشعب، الظروف الشعبية وإن كان ما هيش مسيرة ما هيش مقادة معنا حابين نعرف شكون يلزم يشد. أيوة يلزم قائد مقابل. شكون القائد؟ لا ما نجمش على المقام تاعك شكون القائد بالمستوى. تولي ليش مشكلة وتولي لا ما تولي ليش مشكلة. لا المشكلة أنا قلت لك هاوي وانت موجود حدك تولي لي مشكلة انت موجود بس عايجي خبرني طرح حطه قدامي في الإذاعة يقول لي خبرني هو له الاثنين وأنا وحدي والقائد الزمسي تنقل لهم مش كانوا يعملوا ما بنعني ويقول لهم يعني قال لهم جيبوا لي أي واحد يعني يقابلوا ما عنديش بأي مشكل. وصفحة أخرى على الفيسبوك دائما داعمة للمرزوقي تقول أن السبسي يمكنه أن يرفع من شعبيته المتدهورة بلغم منوهة لأحداث الشعنبي التي راح ضحيتها الحرس الجمهوري. وقد نشر بعضهم صورة لوالدة الفقيد وهي محاطة بزملائه الذين جاءوا يعزوها في فلدة كبدها حسن الذي اقتلته أيادي الغدر. واختلفت التعليقات بين صيغ التعازي وتوجيه أصابع الاتهام كذلك إلى المخوفين والإرهابيين الحقيقيين للتونسيين. فمن بين التعليقات ما جاء من قبل سونا الذاكر التي تقول يقتلوا ويقولوا إرهاب وتتساءل وش به الإرهاب ما قتلش رؤوس الفتنة زعم إرهاب تقول سونا. وفي نفس السياق كتب في صفحة أخرى على الفيسبوك حول الأربعة السياسيين الذين عارضوا التجمع فاغتيلوا أو ماتوا في ظروف غامضة. يكتب الأدمين يقول وهم شكري بالعيد محمد البراهمي فوزي بن مراد وطارق المالكي حتى أن المنشور دعم بهذا الفيديو. تابعوا معنا. التجمع هذا اللي كان أداة الديكتاتورية مش معقول هو نعملوا بهم بعض الحريات والديمقراطية اللي عيتلهم البن علي باش يقنعونا ويقهرونا هذوكم بعد يعملوا أحزاب اللي كان البارح في الديوان السياسي وفي اللجنة المركزية اليوم باش يولي يعملنا أحزاب ويعطينا الروس في الديمقراطية اللي زور الانتخابات في 94 وفي 99 وفي 2004 وفي 2009 هذاك باش يعمل ديمقراطية اللي اعتدى على حق التونسيين في التنظم وحقهم في التعبير وحقهم في التظاهر اللي قمعونا ومنعونا من حق الكلام من حق التجول. ارسي ديكاش ثورة صديق ثورة مستمرة والتجمع على برا والتجمع على برا ثورة المحامي فوزي بن مراد كان عدوا شرسا للتجمع وكما سمعناه ينادي ثورة ثورة مستمرة والتجمع على برا وهو من قاد قضية حل التجمع. مات إثر ذلك ميتة غامضة قيل أنها سكتة قلبية. بالله الشعب التونسي الشعب صوت النهضة لما يروجوكم بالتلفزة ومستعد باش يصوت السلفيين وانتم لا. أيها المندسون هل أول مرة أقول لكم انتم ناس تحكيوا عن المندسين انتم المندسين في الشعب التونسي بعد عليه جملة انتم جماعة الهاي لايف النخبة الملوثة والنخبة اللي يزينا فيها ربي ان شاء الله خلي تونس تتقدم وانتم توجيتوا مع الباجي وبفضلكم انتم ان شاء الله يا اخي انا نوعدكم الشعب ما تعرفوهش انتم تعرفوا حمامات البواتات الريستوران كي تحكي في الصالونات إيف سان لوران والبيجي 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 سيب عليك برا تلعب الكنيش متاعك سيب عليك تونس احنا بورقيبة نحينا على خاطر عمره وصل لعمره 87 انتم جايبين واحد 87 في مستقبل تونس فيقوا على رواحكم. هجوم لاذع من طارق المكي على التجمع على نداء تونس على السبسي ثم ميتة غامضة كالعادة قيل أنها سكتة قلبية.
إذن هؤلاء الأربع سياسيين رحمهم الله الذين تعهد البجبوج بكشف مغتالهم بعد أن يصل إلى كرسي الرئاسة بطبيعة الحال. مجدي معتوق وعلى صفحة الفيسبوك دائما وفي محاولة لتبرير ترشح البجبوج ومدى قدرته على تسيير البلاد شبهه بأندوكيا 33/10 تورونتو رواديس، وقال أن البطارية نتاعو أحسن من هذا التليفون البدائي، حيث أنه خدم مع بورقيبة ومع بن علي والطيف وما زال فيه لا شارج باش يعمل اتصال للتجمع. لكن سامية عبو لا تريد أن تنافق وترى في رئاسة السبسي وعودة النظام الفاسد كارثة. اللي سامحني هاكا عندك الساتره ما صوتولهمش، هاكا عندك كامل المرجال ما صوتولوش، دونك وين المنطق هنا؟ غايب المنطق، غايب المنطق. تفسير دونك التفسير نتاعي انه الناس فدت وانه لعبوا بهم وانه كي مشوا واصلوا هذا باش يشوفوا فيه هاويه بالحق. شو لعبوا بهم؟ لعبوا بهم، هذا قلت شو اللي لعبوا بهم. عدنا في المجلس ونعرف ايش قاعد يصير في المجلس. ثم لاعب صار السلطه بين راسين توا بين النهضه والنداء والنداء قبل ما يطلع النداء على الساحه، صار اخسلمون على الحكومه، صار ضغط، صار هرسله، الحكومه ما عرفتش تتصرف، تلهيت في روحها، حط لي ولدي من هنا، حط لي عمي من هنا، حط لي ولد خالتي من هنا، هذا الاول، الاخر يجي معايا نعطيك كذا تاخذ كذا، ما عرفوش يتعامل مع الوضع وقتها الجديد اللي وقتها كانت تونس قابل الاصلاح، كانت الناس هذوما توا اللي هزينا عاملين فيها هما دعاة الحرية بين قوسين اللي عملهم كم في الاستبداد، اليوم لابسين شعار الحرية، ما كانش تشوفهم لو كانت الترويكا وقتها مشيت في منهج الاصلاح. فشت هي من هنا ملي دخلوا اعتصامات، اضرابات، ذكروها دخلت الحكومة هنا على اضرابات نتاع وزارة المالية وقتها، خاطر السي الباشا قبل ما يخرج زادهم كل واحد 70 دينار. قامت هكا وزارة الشؤون الاجتماعية إضراب، الأخرى إضراب، تشجيع الإضرابات، الاتحاد تخلى، ممنهج هذا كان معناها سامحني وين اللغة اللي نسمع فيها النهارين؟ توا لا توا يحب لنا 10 15 سنة، توا يلزمنا نخدموا، ما زاد قلتوا قبل وين بلادك وقتها؟ أنا معاك توا يلزمنا نخدموا، أنا معاك توا يلزمنا إضرابات، أنا معاك توا كل نهار نخسروا عمل راهو في خسارة الشعب هذا، أما وين قبل؟ نزيدوا تويكا، توا شو باش يصير؟ توا شنو عندك باش يصير؟ شو عندك منظومة قائمة هي بيدها، هي منظومة فاسدة رجعت تشكلت في شكل ثوب جديد باش يكونوا واضحين. اللي بيصلح البلاد يسمها اصلاحات، كيفاش واحد مورط في هذا باش يقوم يصلح؟ كيفاش نظام تاع قرن تاع استبداد نص قرن تاع استبداد اليوم تطلب منه باش يكون ديمقراطي في دولة ديمقراطية؟ وهذه المرة ما نعرفهاش والله دخلت قلبي داخل انسايد. وفي المقابل الدكتور المرزوقي ربما كان من كل من تابع إقصاؤه من الجولة الافتتاحية للبرلمان التونسي اليوم سيعذر خطابه الآتي الذي خرج به عنوة، يعني خرج طاي طاي لمطالبة الجميع بالدعم. تابعوا. قادمة كان هناك مثلا عدد من المرشحين الديمقراطيين، صديقي مصطفى مجعفر، صديقي نجيب الشابي، وهم أصدقائي يعني، ونحن يعني يمكن كان يكون في حرج للتفضيل هذا. الآن القضية محسومة واضحة، هناك الآن خيار، لا يمكن أن تكون محايدا، يجب أن تختار. أنا الآن بصدد الاتصال بكل الأطراف السياسية، بالأخ مصطفى جعفر، بالأخ نجيب الشابي، بالأخ العيادي، بالأخ محمد الحامدي، وبالأخ راشد الغنوشي إلى آخره، لأقول لهم الآن أنا بحاجة إلى دعمكم الواضح والصريح. أنا أيضا سأتوجه إلى ما أسميه اليسار الاجتماعي، يعني اليسار الذي ما زالت قضيته الأساسية الفقر وليست قضية حرب مع الإسلاميين. سأتوجه إلى كل الشرائح، إلى الشباب، إلى المثقفين، وسأقول لهم الآن لا مجال يتوجه لكل شرائح حتى التيبت والنيبال. إذن مشاهدي الأفاضل شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نطلب منكم مراسلتنا على صفحة المغاربية للفيسبوك الموضحة أسفل الشاشة، ولكم موعد مع زميلي سمير الخالدي بعد قليل، فهلموا إلى هواتفكم للتواصل معه حول الموضوع. سلام.